يدز الصورة الفلانية اللي تضحك على الفلانية. فالله سبحانه وتعالى يقول أنا موجود وياكم كل مكان. ولكن أغلب حياتنا الآن على السوشيال ميديا، كله صار على الإنترنت. تريد تشوف واحد وين مباشرة نشوفه أونلاين على الإنستغرام، تشوف الرادود الفلاني أو الخطيب الفلاني أو الشخصية الفلانية كلهم تشوفهم بالإنستغرام، ما تشوفهم بعد بالأماكن. فالله سبحانه وتعالى يقول أنا موجود وياكم كل مكان، في المسجات بالإنستغرام موجود وياكم، اللي تدز الصورة الفلانية، اللي تضحك على الفلانية، اللي تذهب وراء البنت الفلانية، الذين في قلوبهم مرض إن شاء الله ما موجودين في هالحفل، البنت التي تأتي وتذهب وراء الشباب في الإنستغرام على داعي أنه هي حسينية ولائية. وهل كانت سكينة بنت الحسين هكذا؟ وهل كانت زينب هكذا؟ هل يمكن أن تكون حسينيا وأنت يعني عيناك على هذه البنت وعلى تلك البنت وعلى أعراض الناس؟ لا يمكن هذا الشيء، لا يمكن تكون حسينيا أنت، لا يمكن أن تلطم على الحسين وأنت لا تعلم من الحسين إلا اللطم، ولا تعرف باقي الأمور للحسين أساسا قام لأجله.